اليوم كنتواجدوا داخل منزل سهيلة أتسنت ملكة جمال مراكش 2021. بزاف ديال الناس كيعرفوا سهيلة أتسنت كدير القفطان المغربي وعارضة أزياء، لكن اللي ما كتعرفوش عليها أكثر بلي عندها صوت جميل للغناء. غادي نخليكم معها ومن بعد غادي ناخذوا معها تصريح باش تحاولوا تعرفوا عليها اكثر. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you امل. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. من بعد ما سمع الجمهور الكريم الصوت ديالك، دابا بغيناك تعرفينا على راسك اكثر. السلام عليكم، معكم سهيلة أستن المعروفة بالمراكشية ملكة جمال مدينة مراكش لسنة 2020-2021، عارضة أزياء محترفة وحصلة كذلك على لقب ملكة جمال عارضة الأزياء لسنة 2020 وملكة جمال سندريلا لسنة 2021. كنمارس عدة رياضات منهم العدو الريفي والكروسفيت والرياضة تحت الضغط وكذلك الريغبي. حصلة كذلك على 27 شهادة من جمعيات خيرية مختلفة. أول عمل جمعوي خيري كان ليا هو السنة الفائتة، هي ماشي السنة الفائتة أول مرة، كانوا ديجا من قبل، ولكن أول مرة غنتابه للشهادات لأن قررت نوصل لمية شهادة. كيف قلت كون عمر شي مغربية وصلت لها، فأنا كتعجبني ديما الحاجة المختلفة، ديما الحاجة اللي كتكون ديفرنت مختلفة. من العام اللي فات لهاد السنة وصلت ل 27 شهادة كيف قلت لكم من جمعيات خيرية. كان الصراحة الله الإحساس ديالي زوين مني كتشوفي ديك الوليدات كيضحكوا وكيحسبوك بحال اختهم أو بحال ماماهم، كيلعبوا معاك يعنقوك كيشدوا فيك. صراحة الله إحساس زوين، ونتمنى ربي يعطيني مناش نعطيك أكثر. بغينا نعرفوا فوقاش كانت أول مشاركة ليك وكيفاش كان الإحساس ديالك وانت أول مرة غادي تشاركي في هذا المجال، واش كان عندك شي تخوف أو لا؟ أنا أول مشاركة هي في مشاركة ملكة جمال حب الملوك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله. ثاني مشاركة لي هي فاش خديت ميس توب موديل. كنت صراحة الله ماشي مخلوعة ولكن ما بين وبين، ولكن كنت ثقة في راسي، لأن لا تختي في راسك وحطيتي واحد النقطة واحد الهدف بين عينيك غادي توصل، غتوصل، غتاخد ديك الحاجة، غتاخد ديك الحاجة، غدير ديك الحاجة، غدير ديك الحاجة. فثقت في راسي وخديت اللقب، خديت ميس توب موديل في شهر 8. في شهر 9 خديت ميس مراكش، في شهر 12 خديت ميس سندريلا، وإن شاء الله يا ربي هاد الأعوام المقبلة ناخد فيها ملكة جمال المغرب، ناخد فيها ملكة جمال إفريقيا، علاش لا، علاش ما ناخدش نيت في هاد السنة هادي لا ناخذ ملكة جمال الكون، علاش لا؟ ماشي بالضروري توفر عندك جميع الشروط واي حاجه اي هدف بغيتيه غتوصلي له وكلهم توصلي ليهم. واخا 99% تكوني خاسره فاشله، تربحي غير في حاجه وحده وتعرفي كيفاش تسيطري عليها وكيفاش تستخدميها، راه غادي تكوني غاده في طريق المستقيم والطريق الصحيح. علاش اختاريتي ملكة جمال الكون؟ لانها اخر ما كاين في ليميس. وعلاش اختاريتها بالضبط؟ لانني انا من اصول عربيه وبالضبط مغربيه، وكيف قلت من قبل ومازال كنقول عمر شي وحده في العالم العربي شاركات او يقدروا يكونوا باغيين يشاركوا او كيتخيلوا يشاركوا، ولكن انا كنطمح وغادي نشارك وغادي نفوز بداك اللقب، لان اي حاجه مختلفه كيعجبني نوصل لها. بغينا نعرفوا شنو هما الحوايج اللي فيك زوينه. الحوايج الزوينين فيا هي الثقه في النفس، قوه الشخصيه، طموحه، وما كنستسلمش رغم جميع الظروف، رغم ما يوقع شنو ما بغى يوقع. ما كنعرف شنو هو الاستسلام، ما عنديش استسلام في القاموس ديالي. عيني في ديك الحاجه وباغا نوصل لها غنوصل ليها. كيقولوا شكرس وعدس، ولكن دابا بغينا نعرفوا شنو هما الحوايج اللي فيك خايبين. حتى حاجه. كنقطع كنصلي ونقطع، هاد الحاجه فيها خايبه بزاف، وكنطلب من ربي يهديني ونقبض صلاتي نيشان يا ربي. من بعد ما سمعنا الحوايج الزوينين والحوايج الخايبين بغينا نعرفوا شنو هما الحوايج اللي كيعصبوك. الحقره،
والظلم كنكره وكنكره ثم كنكره شي حاجة سميتها الحقرة والظلم، انك تظلم الانسان او تحقره، يا عليا يا على واحد اخر. ما نقدرش نسكت لو تطبق عليا هذا الشيء ولو تطبق على شي واحد قدامي. ما تقدرش سهيلة تسكت على هذا الشيء. واش فيتك تحقرتي او تظلمتي؟ تظلمت لا، ولكن تحقرت هذا الشيء شحال هذه، يعني فاش كنت باقا في ابتدائي سن المراهقه راك عارف، داك الشيء يمكن هو اللي خلى لي صلابه الشخصيه وقوه التفكير، وكيفاش كيف كنقولوا نجر شوكتي بلا دم، كيفاش العقلانيه في الحوار، شحال من حاجه المهم بلا ما ندخلوا في التفاصيل. بغينا نعرفوا كيفاش دوزتي عيد الحب. عيد الحب كيفاش دوزت عيد الحب؟ كنت بعيده على والديا، سودوز عيد الحب بيني وبين راسي، خديت الكادو لراسي، غلفت الكادو لراسي، درت الكادو بابيون، عرضت على راسي، مشينا تغدينا بجوج. اللي كيشوف لي ستوري ديالي كيبقى يضحك، واش انتي حمقى؟ وي انا واحد الانسانه كيف كنقولوا بالدارجه ديالنا مفروحه شويه، كنبغي نضحك، كنبغي نشط، كنبغي نغير من ذاتي. سو ضحكت وفرحت، وكيف شفتوا لي ستوريه كانوا شويه حمام خين. علاش اختاريتي دوزي عيد الحب غير بينك وبين راسك؟ لانني انا ما مرتبطاش قانونيا، ما مزوجاش. عيد الحب كاين للناس اللي مزوجين بحال ماما بحال بابا، كنشوف فيهم الحب، كيبغيو بعضياتهم، كيحنوا في بعضياتهم، كيتعاونوا مع بعضياتهم، كيبغيها وكتبغيه، كيخاف عليها وكتخاف عليه. اما في العلاقات الغير شرعيه هو مدوز وقت وهي مدوزه وقيتها، لا يعني لاش غنضحكوا على بعضياتنا ونكذبوا على بعضياتنا ونضيعوا الوقت ديال بعضياتنا؟ كلها يحتفل راسو، كلها ويدوز راسو، ولا لا جاب يعني الله شي ولد الحلال اللي يكون ولد الناس مغربي مربي، علاش لا نحتفلوا معاه. واش فيتك جربتي شي علاقه حب؟ صراحه ما جربتش باش نعرف كيفاش كيبان لي الحب، ولكن عندنا جوج انواع الحب. عندنا جيم، عندنا لعبه، الحب لعبه ديال المراهقين والعلاقات الغير شرعية، وعندنا الحب في نطاق الوالدين، كيف كنشوف حب الله، حب الوالدين، حب العمل، حب النفس، حب ناخذ ملكة جمال الكون. بغينا نعرفوا شكون هو المصمم ديالك. بالنسبه لشكون اللي كيلبسني، ما عنديش واحد المصممه اللي كتلبسني، لان قلت لكم كتعجبني شي حاجه اللي هي مختلفه، ما كيعجبنيش نبقى متقيده على يد انسان. فانا كيعجبني ندير شي حاجه ديالي، نخلي اللمسه، نخلي الطبع ديالي. دخلت لهذا المجال اللي هو مجال الموضه، فقررت نخلي اللمسه ديالي، البصمه ديالي. عاد بديت ولكن بدعت صراحه الله، كيف كتشوفوا القفطان المغربي اللي هو اصاله ديال المغرب، اصاله المراه المغربيه، انا اللي بدعت فيه، انا بالمساعده ديال الام ديالي طبعا، ولي زيكسسوار حتى هما. فتحت محل محل تجاري ديال الملابس التقليديه للبيع والكراء، ولي زيكسسوار حتى هما كيف كتشوفوا التاج، الكولي، كل شيء، وماشي غير تقليدي، حتى العصري، حتى الرومي. واش عندك شي عديان؟ طبعا راه ما كاينش اللي ما يكونوش عنده عديان. فالرسول عليه الصلاه والسلام افضل واطيب خلق الله، وكانوا عنده اعداء، فما بالك يعني شوف السلوك ديالو، شوف اخلاقه كيفاش كانت، فما بالك بينا حنا او بيا انا. طبعا غيكونوا عندك اعداء في كل مكان. ايوا اش غنقول لهم؟ خليكم حادين وجيبوا اللي يحدي معاكم، راه مازالين مطولين بزاف. بزاف ديال البنات باغين يدخلوا نفس المجال، ولكن السؤال المطروح، واش هذا الشيء فيه شي ربح مادي ولا غير خسران؟ بالنسبه لعالم القفطان او عالم الموضه، هو فيه واحد الربح كبير الا كنتي خارج البلاد، خارج المغرب، يعني كتمثلي القفطان بالدوبل ديالو، تقدي تبيعي القفطان ب 30 مليون، 40 مليون، 50 مليون.
خارج المغرب يعني، او لكن انت هنا داخل المغرب فشويه صعيب باش تسيريه باش تبينيه باش تقدميه، صعيب شويه باش ديري بلاصتك. ملكه جمال مراكش، بغينا نعرفوا والديك واش قابلين تكملي في هذا المجال. صراحه الله والديا تايقين فيا، وبابا عارف تربيتي يديه كي دايره، داكشي علاش كيخليني نخدم، كيخليني نسافر، كنقرا، كندير كل شيء، لان عارفني شنو كنسوى وفين ما مشيت ما يخافش عليا، لان اصلا بابا بحال الصديق ديالي، كنوريه تصاوري، كنوريه كل شيء، يعني مقربين مع بعضياتنا. وماما حتى هي يعني طبعا هما كيعاونوني وكيقولوا لي الله يسخر، ومتفاهمين مع بعضياتنا، ويا ربي يخليهم ليا ويطول ليا في عمرهم، وبلا بهم ما كنت غنقدر ندير حتى شي حاجه، وبلا بهم ما كانت غتكون سهيله، وان شاء الله مازال غتشوفوا محسن، وهادشي كامل كيرجع لهم وبالفضل ديالهم. الكلمه الاخيره. شكرا على المجيء ديالكم وعلى طيب الكلام ديالكم، وشكرا عزيز صبحي من جريده اصوات الصحافه، شكرا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.